السلام عليكم. اليوم نروح لحي الأعمال تاع باب الزوار لنقف على العملية نتاع إنجاز مخرج لهذا الحي، إذا أو مدخل لحي الأعمال لباب الزوار. إذا واللي راه قيد الأشغال، وهنا نقترب من منطقة تاع حي الأعمال بباب الزوار هنا، وهنا نشوف فيه شارع رئيسي على مستوى الحي هذا. على كل حال الصور تعود إلى أكثر من 10 أشهر يعني، لكن من ناحية الطرقات فهي نفسها. وهنا نلاحظ منطقة، هنا هذه المنطقة أنه فيه أشغال هنا على مستوى الطريق المحاذي، طريق السيارة المحاذي هنا، وكذلك هذا الطريق الذي الفرعي الذي سوف يكون منفذ من هنا باتجاه طريق السيار هذا. وهنا راح يكون فيه، يا إما يكون فيه محول دائري يعني أرضي، أو يكون فيه جسر هنا اللي يعبر الطريق باتجاه المنطقة هذه. إذا فيه أشغال هنا راهي سايرة لإنجاز مخرج، وهذا المخرج على الحقيقة والله مش يعني ضروري كثير، لأنه فيه مخرج هنا هذا مخرج هنا، لاحظ أنه فيه مخرج هنا، وهنا المنطقة هنا واسعة فيها يعني بما فيه الكفاية باش الإنسان يخرج من هذه الجهة. وحتى يعني المنطقة هذه، المنطقة تبع بزوار مش منطقة كبيرة كثير، كان هذا يكفي لأنه ما مش بعيد عن النقطة هذه والنقطة هذه، ما مش بعيد على بعضهم. على أي حال فيه إذن مشروع لإنجاز مخرج من هنا. نخليكم تتابعوا الصور حول هذا المشروع. إذن والسلام عليكم.